السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم حبيباتي، وش حوالكم؟ لاباس؟ ما عليكم، نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. وكما راكم تشوفوا جبت لكم اي غدايه خفيف ظريف ما فيه والو، غداء شتوي. كل دار ديرو وشيا. الكسره هذه اللي جبتها لكم يا البنات بزاف 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 هشه ومليحه وبالخف توجد. وزيد في الطاجين كما نقولوا هاك حنا نسميوه الطاجين تاع النحاس، يعني الطاجين تاع الحديد. مش حتدي الوقت ومش حتخليها تختامر ما والو. طريقه جد سهله، تبعوا معايا الخطوات تاعها سورتو الكسره البنات. انا بالاخص عفوا انا صورت الفيديو هذا على الكسره بوكو بلوس على الكسره هذه، باسكو بزاف بنينه البنات وبزاف طريه وخاصه للوقت. الوقت ما تديلكش الوقت. فوالا انا لهنا واش درت كيما راكم تشوفوا، درت 3 كيلات نتاع الدقيق، اي نوعيه تاع الدقيق، ماشي لا خشينه ولا رقيقه، لا مليح ماشي مليح، المهم دقيق وخلاص. فوالا درت 3 كيلات نتاع الدقيق. شوفوا بنتي راهي تخربش بعد ما الفي من هي تسنى سجات الموز وسجات العود تاعها وتسناني في العجينه باش نبدلها. قلت لها استني ساعه، شوفوا البنات ديري فيها ججلانيه. انا سورتو على ولادي يحبوا الججلانيه في الكسره. شوفوا البنات حطيت كل شيء مع بعضها، ججلانيه ومغرفه سكر وحوالي ملعقتين صغار تاع انتوما بالنسبه للمبتدئات ديري كل خبيزه ملعقه صغيره تاع ملح. انا قسمتهم لكم حداكم، وفي كل خبزه تاع كسره ديري زوج مغارف تاع زيت. صافي واش درت فيها؟ درت فيها 3 مغرفات صغار نتاع ملح، مغرفه كبيره نتاع خميره، مغرفه كبيره نتاع سكر، وحوالي 6 مغارف نتاع زيت. في كل خبزه حطيت زوج مغارف وبليتها بالماء دافي هذا ما كان البنات، وتبليها. والججلانيه بزاف بزاف تجي مليحه بالججلانيه سورتو الى عاد مقليه، كتري ججلانيه راح تجيك الكسره واحد البنه فيها يا البنات. صدقوني وليداتكم يوليو يحبوها طوكي ياكلوها، حتكون غنيه بالفيتامينات تاع تاع الججلانيه. فوالا عفوا البنات راكو تعرفوا لا غريب تاع الشتا، شوفوا اني مقفوله. فوالا اللي انا حطيتها تركح لي ما بيزمان. حطيت الطاجين يسخن شويه وهزيت الميعنات هذوك اللي درت فيهم، عاد رجعت لها لابخيف. شوفوا البنات راني حطيتها في شكاره حداكم، راني ما خليتها طلعت ما والو، جوست برك باش ما نديرليش القشره هذيك اللي من برا. راح نحاول ندخلها شويه برك ما في بعضها، ماشي بزاف البنات، شويه برك باسكو حنديرها في الطاجين تاع الحديد. سي بور سا عجنتها شويه واحد دقيقة ولا برك وخلاص. شوفوا بنتي تسنى في العجينة وتلوزيها كيما هكا. راني عطيت لكم المقدار تاع ولا المقادير تاع 3 خبز برك، تاع 3 خبزات. فوالا كيما راكم تشوفوا لوزتها كيما هك، ما خليتها طلعت ما والو. نفس الشيء لهنا البنات ما تخليت تطلع ما والو، راح نطيبوها مباشرة. صدقوني يا البنات تجي فيها واحد الخفة واحد البنة والله تهبل. وشي اللي زادها بنا اكثر واكثر هو الججلانيه اللي فيها، شغل هي تشبه تاع الخسيس وهي ماشي خسيس. فوالا حطيتها ابار ورحت لهنا نقص الفلفل تاعي. لهنا حندير حماس، هي تقدروا تقولوا حماس تقدروا تقولوا شطيط، هاي مخلطه فلفل. واش عندي في الفريجيدار حطيت عندي زوج كرابط فلفل ونص كربوط تاع فلفل حار وحبه تاع بصل هذا ما كان البنات. ودرت الله الله واحد الحميص الله الله حار جاي يهبل، سورتو الحميص كي تخلطي فيه البصله يا البنات يجي كي شطيطها يجي يهبل يهبل. فوالا ولا هنا الطماطم ما عنديش، جبت من الكونجيلاتور بما اني ما كنتش مديسيديا باش ندير حميص، والله حطيتها وهي جامده. دوك نعتها لكم مليحه كي تسجي الطماطم ترحيها وتخبي في الكونجيلاتور. الوقت اللي تحبي ديري حماس بيتزا تبديها تلقاي روحك يعني موجده حوايجك. فوالا قصيت الفلفل تاعي يا البنات، دوك زيد قص نصح واحد برك تاع فلفل حار باسكو حار يكوط هذاك شغل باش يطلق لي البنه برك هذا ما كان. فوالا هادي يا البنات، ونزيد حبيبه بصل ونقصهم رقاقه، جو بريفير تقصي البصل تاعك رقيقه. شوفوا كيف قاعده نقص فيها رقيقه سورتو البصله بعد.
الفلفل العادي، بصح البصلة نحبها نرقيقة. فوالا هذه هي. خلص البصل تاعي تاني، زيد نقصها. اللي حب ما يديرش البصل ما يديرش البصل، بصح انا هذا بنتو في البصل سورتو مع الحبوب يجي بنين. فوالا هذا هو الحماس اللي درته، بزاف هايله البنات، جا جابنين. هذه الطريقه اللي درتو بها. فوالا بعد ما قصيت البنات راح نحطو لنار هاديه. لهنا العدس تاعي البنات واش درت فيه؟ العدس تاعي نحطو يطيب مع زوج حبات نتاع زروديه، وبعدها نداويه بشوية طماطم شوية كمون وشوية نتاع زيت زيتون والثوم نكتر البنات. وهذا هو العدس تاعي. لهنا دركا راني جبت الطماطم تاعي والعدس تاعي البنات راه طاب، انا نحبو خاطر مام وليداتي يحبو العدس العدس خاطر. حطيت المقلاة تاعي الفلفل يدبال لي وكل شيء، ودركا رحت نحل الوحده تاعي معكم. شوفوا المهم تخليوها تركح جوست ما تولي تقدروا برك تحلوها، ماشي نتوما تحلوها يا تعاود ترجع. شوفوا البنات كيفاش جات طريه، قسما بالله غير جات طريه تهبل. هلا هنا هاكو قاعدين تشوفوا هاني كنا نقلي في الفلفل، وهاني حطيت الخبزه تاعي الاولى، دوك نحمرها على الجهتين ونعتلكم. دركا بعد ما تبان لي الفلفل تاعي راح نحط الطماطم فوقه. فوالا هذه البنات هاني اومام طبعا بعدا راني نقلب. شوفوا راني صورت لكم واش راني ندير اكزاكتومون. هاني خلصت الخبزه الاولى تاعي، راح نزيد نحط الخبزه الثانيه، واومام طون في الحماس تاعي راهو يطيب، العدس تاعي طفيت عليه. هذا في الغداء البنات، غداء خفيف ظريف ما فيه والو، ما يتعب ما والو، يعني ما درنا حتى حاجه، حماس وشويه عدس وكسره. وانتي غديتي وليداتك هذه كي تكون كيما نقولوها اخر الشهر وما عندك حتى حاجه في الفريجيدار، الله الله هيا تقفدي على يديك، هيا شويه كسره شويه عدس شويه حماس، وانتي فضه فرحتي وليداتك ووكلتيهم. ومن طوب حاجه صحيه البنات، ماشي قال تشري من برا ولا، هذه هي العدس مليح ليهم، الكسره مليحه ليهم سورتو كي تكون دقيق وزدنا حطينا فيها الجنجلانيه، والحماس هاهو. فوالا بانت لي تعاودت اللقطة هادي البنات، بانت لي تعاودت. هاكو تعرفوا المونتاجات تاع واحد مبتدئ واش حنديرو، المهم تفرجي قولي هيه برك وخلاص. فوالا لهنا هاني بعد ما خلصت، شوفوا لهنا بدات تذوب لي الطماطم تاعي، وأظن طول واحد تاعي ومازال قاعد يطيب. فوالا نحرك ساعة ساعة نحرك، لهنا هاهو طاب لي الحماس تاعي، خليه ينشف لي شوية برك وبعد نحيه. فوالا مي انا الزوج تاعي يحبو بالعدان، حنا كليناها كاملة العدان، مي هو كسرت له فيه العدان، يحبها ما فيها العدان. شوفوا البنات الكسرة كيفاه جات، جات تهبل تهبل. والحماس الله الله شوفوا كيفاه، علاش عليكم زدت حطيت له شوية دبشة ومع الدوس، وجات فيه واحد البنة جات تهبل البنة تاعو. الطماطم اللي حطيتها البنات راهي مداوية بالثوم وفلفل كحل وملح وشوية زيت. هادي الكسرة تاعي بعد ما خلصت البنات، وهذا هو غدايا تاع نهار اليوم. نتمنى نكون يعني فتكم ولوكا شوية في الكسرة بالنسبة للمبتدئات، كنا نعرفو نديرو الكسرة، مي كاين ناس اللي مازالو شوية ناقصين. سهلة خلاص بالكيلة، 3 كيلات، في كل كيلة حطي فيها 2 مغارف، مغرفة خميرة، مغرفة سكر، و3 مغارف صغار نتاع ملح، ولبي العجينة تاعك. هادي هي بالماء دافي، هادي هي البنات. فوالا ملاقات الخير ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه حبيباتي.